وإلى برنامج The Voice في مقابلة خاصة بصباح العربية قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني أن هناك أصوات جميلة في كل فريق، والكل يتجه اليوم نحو النمط الطربي في الغناء لإبراز طاقاته الصوتية. زميلنا جميل ظاهر التقى به في بيروت وعد لنا بالتقرير التالي، نتابع. يا أبو الأحباب غنيني من بعد غياب تلاقيني، يا أبو الأحباب غنيني من بعد غياب تلاقيني. بميزه عن غير برامج The Voice إنه نحن مش لجنة حكم قاعد تحط علامات، يعني نحن كل واحد منا مدرب بهمه يكون فريق لحتى يتحدى فيه الفريق الثاني او المدرب الثاني، يعني مشان هيك بتلاقي بعض الاحيان عم بيصير هذا الحماس بيناتنا، واللي عم نخلقه اللي هو عم يخلق، يعني هالشيء اللي عم بيصير اللي هو عم يخلق جو من الحماس والتشويق، وعم بيخلي الناس تنتظر من اسبوع لاسبوع كيف كل فريق عم بيكون. يعني دائما بيسالونا من خلال المراكز التواصل الاجتماعي انه شو صار معه عاصي، شو صار معه كاظم، هي الخبريه عم تعمل سسبنس للناس، يعني عم تخلي الناس تنتظر من اسبوع لاسبوع لتعرف شو عم بيصير. هيدا اللي بيميز The Voice. اول واحد حس بيكي ولف لك مين؟ ما بسمع لاعلى. ما تنسى اول واحد برم، اول واحد برم، ومين رح ياخذ مك؟ سأريك أيها القيصر من الملك. كتير ناس ممكن يسألوا سؤال اللي هو أنه طيب معقولة يخطف الجائزة مرة تانية عاصي الحلاني ويربح فريقه؟ أوكي. بدي أوضح شغلي لأنه نزل تيتر على بوسائل الإعلام أنه أنا الملك وأنا الملك بدو فويس، وهدول إخبار بس للتوضيح. أنه اول شيء هي انا ما قلت انا ملك بدو فويس وبراد دو فويس، انا لما اقول انا الملك بالبرنامج مشان اول شيء يصير حماس المدربين. تاني شغله، انا معروف عني بتواضعي وبمحبتي للناس ولاصدقائي الفنانين، يعني في اشياء اوقات بصير فيها لغط، مشان هيك حبيت اوضحها من خلالكم. وهذا الحب اللي عم نحكي عنه والاحترام اكيد بدي انا يستمر ما بيني وبين كل المدربين وبين كل الفانز اللي هن لكل المدربين. بالنسبه لموضوع اذا هل يا هل ترى عاصي الحلاني هيدي السنه معقول كمان يربح، ما في رولز بتقول انه اللي بيربح اول سنه ما بيربح تاني سنه. وهيدا اللي قلته كمان انا باللقاء اللي عملته، قلت انا لو عرفين انه في شيء بيقول انه اللي بيربح اول سنه ما بيربح تاني سنه ما كنت جيت هاي السنه. كل الفرق في اصوات حلوه، ولكن الانماط الغنائيه الطاغيه اذا بدك مثل ما عم تسالني على اي ما اي 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 نمط غنائي اللي هو طاغي هو الطربي، يعني اللي بيغنوا لام كلثوم، اللي بيغنوا لورده، اللي بيغنوا لصباح فخري، اللي بيغنوا محفظ الالقاب للجميع، استاذ وديع الصقر، طبعا مدارس غنائيه، وفي اغاني بدها مقدره للغناء مش اغاني سهله. ودائما اللي بيجي على هيك برنامج بصير نقل الاغاني الصعبه مشان يبرز يعني صوته ومؤهلاته. فبكل الفرق في اصوات حلوه، والسنه في نسبه اصوات اكثر من السنه الماضيه. يعني السنه الماضيه يمكن انا كنت عارفين بفريقي كم واحد ممكن يوصلوا للفينال، بس هلا عندي حيره بالكل. يعني هلا الثمانيه الموجودين معي صدقني للاسف يعني كثير زعلان انه في اثنين رح يفلوا اليوم، وهيدي كتير زعلان عليها لأنه الأربعة اللي مشاركين اليوم معي هني أربعة أصوات حلوة. She won't believe me. It's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say.
أنا صراحة أتمنى كمان هالسنة يكون في جائزة طردية للي يغنوا باللغة الإنجليزية. صحيح. طبعا احنا كل يوم أحد عنا وقفة خاصة مع الزميل جميل ظاهر. طبعا نشكر على هذا التقرير وهذا اللقاء الممتع مع عاصي الحلاني. كل يوم أحد تابعونا في صباح العربية مع جميل لآخر أخبار MBC The Voice.